لسه وين؟ انا بشتري زرق على هذا الشمس اللي وقع. مساء الخير، شلونكم حبايب؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونون بخير وعيدكم مبارك. وبهاي المناسبه جابت لكم هديه، بس مو هذني كلهن. هاي الهدايا وصلتني الي طبعا من احد المتابعين، وراح اشاركها وياكم شنو الاشياء اللي وصلت. واكو هديه لكم تخبل وحلوه. واو، فمين تريدون نبلش اليوم؟ من هديتي لو من هديتكم؟ شو تقول ايوب؟ مين كيفي؟ هديتهم لو هديتي؟ لا هديتهم. هديتهم؟ متحيز لكم. تعالوا خلنا نشوفكم شو وصل. انا راح اروح اضوق هاي. هذا عش العصفور بعد عش الزردور. اجاني الباكيت هذا من غفران، شكرا لك حبيبتي غفران، وممنونه لك على هذه الهديه المتواضعه. مكتوب بها رساله صغيرونه كاتبه الى الاخت العزيزه بتول، شكرا لقبولك الهديه المتواضعه واتمنى التوفيق للجميع. المهندسه غفران مهدي. كل الهلا بيك حبيبتي غفران وشكرا لك. طبعا بالمناسبه غفران عندها برودكت كلش حلو، يعني تشتغل بكريمات وهيك، هذه الكريمات موجوده هسه بالعراق. شكرا على البومبومات الجميلات. عاشت ايدك حبيبتي غفران على هذا المنتج، وراح اجربه وراح اعطيكم رايي بيه، بس مو هسه بعدين لانه بعدني ما مجربته. فشكرا على هاي الهديه وعاشت ايدك حبيبتي غفران، ممنونه لك. الهديه الثانيه راح اخلي لكم قبل ما احكي، خل اعطس. اعطس على ايوب. هاي تعرفون ليش عطست؟ لان اول ما فتحت الباكيت بشي كله بخور وشغلات ترتيبات. هذا الوراي المزعج زعجني، دي نظف بالمسبح. شلون ويا هذا؟ انا الملكه من صفحه بالانستغرام، هم من المتابعين، وعنده فد محل حلو يبيعون بي اشياء البخورات وهذه الشغلات. فاليوم دزلي هذا الباكيت وحبيت انه اشارك لكم اياه. والريحه مال هاي المعطرات كلها عود ومسك وشغلات مريحه، والله كلش تمام. اي خليني اشوف شنو هذا. هذا شنو ايوب؟ اوه جبت لكم هاي هتشي. هاي هواية من البنات جات تسألون عن البخور اللي استخدمه. طبعا اللي انا عندي الشيشة اللي تشبه هاي بالضبط، هاي بابا يجيب لي اياها من يروح للسعودية. فكل ما اروح للعراق القاه جايب لي يعني كم علبة، واظنها يعني ما راح احتاجها يعني كل السنة، يعني واحد شو وقت ما يجي بباله يسوي بخور وشغلات، واكثر شيء برمضان. فهواية بألمانيا من بلشت يعني انزل هذه المقاطع اللي من ضمن الفيديو. تسألون بتول هاي من وين؟ انا دائما كنت اقول لكم اخذها من السعودية، فهنا هسه صارت متوفرة. اكو جيبوها بالمحلات مال السوريين، محلات الاكراد العرب الموجودين هم بألمانيا. فهذا المحل صحوا له ما اعرف شو يسموه، دا يوفر هذه البخورات. فبخور الخنجر صار هسه متوفر، وهذه البخورات كلها طبعا من الخليج يجيبوها. خليني اشتم الريحه مالت. ناعم هذا، ها؟ من الامارات. وي تخبل ريحته. واي واي. ريحه يعني هذا سعودي هذا. اي. عاد اشتم اشتم الريحه بالطبق هذا. اشتم الريحه كان طيبه. صرت خشمه. واخيرا طبعا اذا تريدون اللي موجودين بالمانيا، اذا تريدون تاخذون من هاي البخورات اللي صدق يعني واحد يشغلها يرتاح الجمجموات موجوده، راح اخليكم انا طبعا اللينك مال هاي الصفحه مال الانستغرام عندي جوا بالصندوق الوسط. هنشوف شنو حاطينه بعد. هذا شنو اعتقد مي او شيء؟ سبراي ولا شنو؟ مي معطر للفراش. فراش؟ اي بس خلينا نعتبر انت هسه فراش ونرش عليك. ها؟ لسه طيب مو على الجسم، لا على الجسم. هذا معطر مال فراش بنفس هاي الفراشي. الريحه مالت شو اسمه؟ ريحه المسك وشي شغلات. هذا ملطف جو. فراش واجواء المنزل خالي من الكحول، ما في كحول هذا. راح احط هذا على فراش. طيب هذا. طيب ورد هذا معطر مال الجسم مال البيت يعني مال الهواء. ايه ملطف جو. ايه مال ارقيله، انا ارقل. انا الملكه. لا مو مال هذا شو اسمه؟ ايه مو مال ارقيله، مال البخور اللي تشعليه الفحم مالته هذا. ها وهذا بارفوم. انا الملكه. والله خلينا نشتم، صدق ملكه هي لو لا؟
بدينا كوم بمخرج واي ريحته طيبه هذا. وهذا المعطر هم من ضمن الباكيت، طبعا ريحته كلش طيبه وعاشت ايدك على هذه الهديه وممنونه كلش هواي لك. خلينا نشوف شنو هنا. طبعا حكي بيناتنا انا اكثر شيء عجبني هذا هذا كلش يعني احب انه اشغله بالبيت لانه تظل ريحته الصراحه ما تروح. ريحه البخور خصوصا اللي يكون من الامارات السعوديه خليج يعني كله بشكل عام. هذا هم شو اسمه بنت منو قرالي بنت بخور بنت حوران بنت حوران ايه. يعني هذا سب بخور ايه. اوكي بس مالك شو كل هذا اصلي من ارض الزعفران. شلون اصلي من ارض الزعفران. اوه شلون ريحه طيبه اماراتي هذا ايه. اشتم الريحه مالك تشوكليت ريحته كلش طيبه هذا أيه. هذا يتقطع من عندك شويه وتتخلى على المبخره. فاليوم راح اسوي انا وياكم بس مو هنا انا حرامات بالجو راح اسوي جوا. والحيدر حيدر هاك يلا سوي تاتو حبيبتي مكتوب مكتوب حبيبتي تعرف شلون اسويها افتح بابا هاي ايش مكتوب همسات هيك تلزق مو مي وبعدين لا 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 بدون ماي بس هيك بس هيك بتخلين الحنه بالفراغات تطلع شيء ها اخلي الحنه هنا شو الذكاء وانا عبالي امشي بالسوق باي باي بالسوق باللزقه شنو نقل الورده الورده ليش دب فهمت وبعدين النقش. هاي الهديه اجتي من معمول بخور صفحة هم موجودة على الانستغرام دزولي هذه المبخرة الحلوة مناسبة العيد هذه مال الاسم اي افتح لي اياها شوف شلون حلوة نحط هنا شمعة وهاي البخور مالتها هم حط هالشكل شمعة شمعاية صدق؟ والله بدي اجيب شمعة اخذ هذا هم بالبلاستيك كذا بعد جوا اي تنحط هنا هالشكل او ماي جاد وبعدين هاي القطع يعني بداخلها يعني مال اها انا اللي جاي تريد حنا اسمع تريد حنا ابنك سوي لك اي بتام حنا هاي هيكي لو هيكي لو هيكي منو عنده مقص؟ خذينه وحيدر نسوي له ورده، حيدر نحط لك حبيبي ها؟ حبيبتي مكتوب. اي جيبي ايدي. ودا غسل ايدي هذا يروح. ها؟ لين يبقى؟ هذا والله ما اعرف، خليني اشوف ايش راح يطلع بيج، نجرب عليه. لما تطلع هاي؟ الله خاف. أخي مسرعة هاي شنو انتو حطيتو له؟ همسات عوفة همسات مو هيك مو هيك هي بالعربي تنكتب همسات ماما انت مثل ماتي ها انت تريد تقرا الهمسات اوكي يلا شو مكتوب على مال حيدر؟ بارد ها؟ مو طول شوية اي حيدر لا تشيلها بعد أيوة بتريد معمول مال تمر كلش طيب شوفوا داخل العجوه شلون حلوه شوفوها كلش تعبان عليها تعبان عليها هاي هواي بطنها كلها فستق ما بدي اشوف منها اللحم يسوى ما شاء الله طعمها وريحتها كلش غسله هسه لو لا كلش كلش لذيذه ماما غسله لو لا رادين اجيب لنا مي بابا ها انت مخليها حنه خليك هو هذا يقولون عليه محنايه مدري يصين لك لا تلعب بيها شوفي لعب بيها لا فوق حلوه صارت هاي سويتها بالجوز طبعا ريحتها وطعمها كلش طيب راح اشوفكم اياها طبعا انا مشاركتكم قبل شلون سويت المعمول وشلون سويت الشعريه يعني اكو فيديوهات مفصله هم راح اخليكم اياها بصندوق الوصف اللي حاب يسويها بالتفصيل فهذين اللي راح انتم سويتهن بالليل راح اخليكم تتابعون الطريقه شلون كلها صارت ريحك ما صحش مكتوب ايه
اغسلها. هذا اكو شو اسمه النايلون هذا الشفاف، شايفته اللي نغلف بيه مال الصبغ والشغلات؟ شفاف؟ اي هذا الابيض هيك الشفاف. زين. هو هذا تغطيه بيه. مو تغطيه بهذا الابيض. باع الباقي لا طاقه. اي والله. تعال فاوه. شنو؟ الباقي لا يا طاقات. هاي مو طاقات، مو المطر فطلعهن من القاع. باقي لا يا طاقات. لا ما فهمتي، الباقي لها نفسها مفتوحه. اه اي تنفتح اي طبعا. اي يعني مفتوحه على مش شنو عم تريد يعني تكبر. اي. باي. راح نفهم الزين. هلا. تقلمبه. تقلمبه. هلا. هيجي لا. فقط وراح استخدم هذه النوعيه بالضبط. هاي بنات هاي متوفره بكل العالم، الدهن الحيواني او الدهن البقره الحلوب، هذا السمنه هي، فهذا راح ناخذ من عنده بهذا المقدار اللي هو المقدار الكوب العادي 2.5 ماشي، او اذا كان عندكم ميزان راح تاخذون نص كيلو، لانه انا عندي هنا كيلو كامل طحين فراح اخذ له نص كيلو من السمنه الحيوانيه، فراح نطلع هسه تقريبا 2.5 كوب. هذا بيطحين شوية بس انا بحطه زين، خلوه برا يعني اذا كنتوا تحافظيه بثلاجة او مكان فخلوه على حرارة الغرفة العادية، بس يكون بهذا الشكل ابدوا استخدمه. هذا كوب، اوكي هذا الكوب الثاني راح نضيفه. مني ها طولتي هاي على مود العيد يمكن. طولتي على مود العيد مو باكر اول يوم عيد. وي راح اسالك ليش على مود تاكليها تصيرين حنكيشه. انا بيشي. عندي محاضره ثوب للعيد. اريد البسه. اوكي شو تريدين تسوين بالعيد بالمطار طالعش؟ تتنقعين زين؟ بس حرامات احنا راح نطوب للصيف، طبينا بعد للصيف وكل مطر. شوفون العجينة صارت عندي هذا شكلها. بهاي الحالة بعد ما تحتاج هواية عجن، لأنه راح تبدي شلون أقول لكم الكريمة اللي بداخلها أو السمنة الحيوانية هذه راح تبدي تذوب، فراح تصير كلش بعدين عندكم هشة. فمن توصلون لهذا المستوى تحسوها صارت يعني ملمومة، هي بعد الطحين كله انلم وصارت هالشكل، فبهاي الحالة راح ادخلها للثلاجة ترتاح، طبعا مو الا ساعة حتى لو نص ساعة، بس راح استغل هذا الوقت احضر الحشوة. نسوي تحدي بيه من يفلس اسرع. بس نسوي تحدي من يفلس اسرع. ها اوكي يا دار الحنان شاي وكتيته مع الاسف بتول مع الاسف تعي حبابه. قول الله يا قوري امي، قول الله يا كليته امي، قول الله يا جاي امي وتعاي علي ليش شلونك بيبي؟ انا حبيبتي شلونك؟ شلونكم؟ الحمد لله بخير. ما خلنا نروح الكربلاء، فقلت له بوش راح اسوي كليته وازحب مصباح العيد. اه ثواب. انا رحت سجاد. اي والله اي والله. شو اسوي عاد؟ يلا ان شاء الله واصل.
ان شاء الله واصل. او احنا نصح للقرفه اذا تحبون شويه يعني طعمه اكثر فضيفوا. وراح نضيف ملعقه واحده من الزيت واحده فقط تمام. وراح نضيف هاي راح نحتاج لهنا وراح نضيف ملعقه سكر. كامله من السكر العادي وتفتحين العجينة تحطين وتسديها وتفتحين وتحطين وتسديها ورد أبيض مو؟ اي عرفته هاي هم ملعقتين وأخلي على شكل كرات صغار حتى من أحشي ما يعني تعبني فهاي أسهل طريقة. وأنا ضفت له بس شيرة ومن كل شيء ملعقة واحدة شكر وزيت ومي الورد أو ماء زهر اللي تريدون. وهنا كوب واحد من المي راح أضيف عليه نص كوب من السكر بس ملعقتين عملاقات تمام. هاي نخلط هاي المواد كلها مع بعض هنا لحد ما السكر عندكم يذوب ما يبين تمام. واللي راح اضيفه هو اللي شفتوه هسه يعني السكر والشيره ومي فقط ما يعني ما تحتاج هوايه مواد بس هي شنو انه الواحد بس يعني ينتبه بحاله العجن فاني لازم اعجنها عجنه زينه وبعدين يلا اخلي عليها المي والسكر والشيره اللي خلطتها هنا بهاي الكاسه. شلون تعجنوها بس مو عجن ولا فرك ولا بوكسيات مثل هاي الطريقه بالضبط اللي دا اسويها يعني الاطراف تجمعوها وترجعون تدفعوها هالشكل. خليت يعني شوية من عنده وراح أحرك بأطراف أصابعي على العجينة كلها حتى بهاي الحالة العجين يبدي يشرب المي. وهي فارغة الحشوة الحشوة العجينة ها حتى بس أعرف حجم القالب تمام. هنا راح ناخذ مكان الحشوة هم وراح نخلي الحجم مالتها هالشكل. راح نكبس عليها وبعدين نشيلها. شوفوا شلون تطلع الطبعة عندي حلوة كلش حلوة. هنا نسد عليه بالفولية هاي العادية نكبسها كبسة مرتبة لا يلزق بالإيد ولا أبد والطبعة تطلع كلش واضحة. شوفوها مبينة هاي الأوراق.